بزياره الرئيس محمد مرسي علشان اطلاق الثوره السوريه، كان هو قرار مضر للشعب السوري اكثر ما هو مفيد للشعب السوري علشان الثوره السوريه. يوجد حاجات واوراق رسميه كثير هنا للشعب السوري عاوزه تصديق او عاوزه اختام او عاوزه اي حاجه، يعني اي حاجه عاوزين نعملها في مصر لازم خطاب من السفاره. دي مش حق، يعني السياسات موضوع تاني، بس انت القرار ده بيضر الشعب، بيضر الشعب اللي عايش هنا، ناس منهم عايشين بقالهم زمان، ناس لسه جايين من فتره، يعني بيضر البشر، ما لهمش دعوه في السياسه ابدا، ولا يمين ولا شمال ولا. فانا مش عارف ليه حصل القرار ده، مش عارف حصل ليه دلوقتي، وبقى والاحداث لو حد عايز يتكلم عن الاحداث بقى لها سنتين اكتر من سنتين ما حصلش حاجه، ليه دلوقتي؟ ذلك مجموعة من الشباب السوريين المتضررين أيضا من القرار، وأنا عايز أعرف يعني إحنا ما ينفعش نبقى كبش فدا لأي قرار سياسي، وده المطلوب، وإحنا كمصريين مش هنسيب حقنا، إحنا مش بعد 23 سنة خدمة ما حملناش الحكومة المصرية أي أعباء، رواتبنا بتيجي من الحكومة السورية، بس مش في المقابل إن إحنا نبقى كبش فدا لأي قرار سياسي. يعني معظم السوريين الموجودين هنا، واحد انا ليا امور معينه موجوده في البلد ممكن امشيها، يلزمني باسبوري عايز يتجدد ممكن خلال شهرين ثلاثه اربعه، طب انا حطيت باسبوري جوه مش هيجيلي قبل يومين ولا اسبوع ولا شهر، استنى ازاي؟ اخده منين؟ السفاره قفلت. في رساله لوزير الخارجيه انا بساله، ممكن تفتح مكتب لتسيير امور السوريين موجوده هنا، ولا زي ما فهمنا من الخطاب قطع العلاقات الدبلوماسيه والسياسيه كافه؟ لازم يتلقى حل ليا ولكل الشعب السوري الموجود هنا.